نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك يا أخي. بقول لحضرتك يا شيخ ليا سؤالين. تفضل. بالنسبة أنا والدي يعمل في وكالة الأهرام للإعلان. يعمل إيه؟ يعمل في وكالة الأهرام للإعلان. نعم. بيركب إعلانات في الطرق وفي اللي في الطرق في الشوارع يعني. فالإعلانات دي فيها إعلانات تجارية، أغلبها إعلانات تجارية لشركات ومنتجات يعني. وفي إعلانات برضك يعني في موسمية كده زي بتاعت أفلام حفلات. فكنت عايز أعرف الحكم يعني بتاعت ال نعم المال يعني والحكم الإعلانات. هو بيقول يعني أنا غصب عني يعني مثلا زي اللي فيها الصور العارية بتاع الممثلات والكلام ده؟ طيب ماشي. فهو عايز يعني يعرف، عايز يعرف يعني هو بيقول لي غصب عني أنا ما بقدرش أقول لهم لأ مش هينفعك بالإعلانات دي. نعم نعم. طيب بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن عمل والده وإنه بيشتغل في وكالة الأهرام للإعلان وإن في إعلان عن أفلام ومسلسلات وفي إعلان فيه صور نساء خليعات وعاريات والكلام ده، طبعا كل هذا محرم لا شك فيه. يعني إحنا عندنا دلوقتي عندنا شق حلال وهو الإعلان عن أي بضاعة من البضائع والكلام ده، طبعا ده ما فيش فيه مشكلة. إنما الإعلان عن الأفلام والمسلسلات ولا سيما إذا اقترن هذا بنشر صور والكلام ده فهذا كله حرام لا يجوز.